إخوتي وأخواتي المسلمين في فرنسا تحديدا، نعلمكم بأننا نتضامن معكم، إننا نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم ويمنحكم الصبر، كما أننا نعارض تماما ما يحدث. لطالما كان ذاك نايك أسدا في وجه أعداء الدين يرد عليهم شبهاتهم ويفحم كل من سولت له نفسه التطاول على الإسلام ومقدساته. ومن بين هؤلاء إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الذي تكاد تنفجر بلاده من الاحتجاجات، ومع ذلك فإن همه الوحيد هو سن قوانين تحارب الإسلام وتخنق المسلمين. ولا يخجل بين الفيمة والأخرى من الخروج بتصريحات تسيء للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما يبحث دائما عن الفرصة ليهاجم الإسلام ويتهمه بالإرهاب. ففي الوقت الذي يتزعم قادة غربيون على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملات ضد الإسلام، يقوم نايك بإلقاء محاضرات يدافع فيها عن الإسلام وينتقد تلك الحملات التي تسيء عمدا لتشويهه وربطه بالإرهاب. وكان ماكرون قد علق في 16 من أكتوبر تشرين الأول على الحادثة التي أقدم فيها شاب فرنسي من أصل شيشاني على قتل معلمه، على خلفية عرض الأخير صورا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي استفز كثيرا من المسلمين الذين قالوا بأن تلك الحادثة نتيجة من نتائج الإرهاب الإسلامي، الذين قالوا إنه يتعمد ربط الإسلام بالإرهاب. ولم يتأخر ذاكر نايك في الرد على ماكرون، حيث أفحمه تماما ليس فقط بالكلام الفارغ ولكن بالحجج والبراهين، وأكد للعالم أن فرنسا التي تتهم الإسلام بالإرهاب هي في الأصل راعية الإرهاب الأولى، ومن بين الدول التي تتهم الإسلام بالإرهاب، ومن بين الدول التي تمتلك مافيا، ومن بين الدول التي تمتلك ماضيا وحشيا في الاستعمار والنهب وجرائم مروعة والعنصرية. ولا ننسى الإرهاب الذي يمارسه ماكرون تجاه شعبه في الآونة الأخيرة، حيث تمارس السلطات الأمنية أقوى أنواع العنف ضد المتظاهرين. فحرب ماكرون ضد الإسلام انقلبت عليه وأصبحت بلاده في مرمى الحرب الداخلي التي تمزق حكمه. لنستمع لما قاله الدكتور ذاكر نايك لماكرون في 8 أكتوبر. تحدث رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عن ضرورة محاربة التطرف، واسترسل في القول في هذا الحديث ليقول صراحة بأن الإسلام في أزمة في جميع أنحاء العالم، ومضى قائلا أنه من الخطأ أن تعبر عن مشاعرك الدينية علنا للعامة. فرنسا تؤمن بحرية التعبير، فرنسا تؤمن بحقوق الإنسان، وليس لدينا أي مشكلة ليتبع أي أحد ديانة معينة، ولكن إظهار تدينك علنا للعامة غير مقبول في فرنسا، وارتداء الحجاب علنا للعامة غير مقبول. واستمر في الاستهزاء بالإسلام والتحدث ضد النبي، ولهذا السبب أدام المسلمون حديثه
رئيس فرنسا ماكرون ندينه تماما، فهو يتحدث عن القيم الإنسانية، يتحدث عن حرية التعبير. يجب أن يكون آخر شخص على علم بما قامت به فرنسا في الحكم الاستعماري. إذا قرأت تاريخ فرنسا، فرنسا كان لديها مستعمرات كثيرة بما فيها الجزائر، فنحن نعلم أن فرنسا قد حكمت الجزائر لأكثر من 100 عام. لمدة 132 عاما حكمت فرنسا الجزائر، بداية من عام 1830 وحتى عام 1962. وبحسب السجلات التاريخية يوجد عدد 875,000 جزائري قد قتلتهم فرنسا. بعض السجلات تقول أن العدد يصل إلى 1,000,000. وعندما تتحدث عن حرية التعبير في ذلك الوقت في الجزائر، عندما كان يتحدث أي شخص ضد الحكومة الفرنسية أو ضد الفرنسيين فيتم إعدامهم، كانوا مقتلون. ذلك هو التاريخ. كما ترى عزيزي المشاهد، فقد رد ذاكر على ماكرون وصفعه صفعة قوية، فحرب ماكرون ضد الإسلام انقلبت عليه وصفعه صفعة قوية. ماكرون يرى في الإسلام وسيلة لتغييب شعبه عن الحقائق والأمور السياسية في البلاد، لذلك يشن حملات ممنهجة ضد المسلمين كفرض قوانين تحظر المسلمين من ممارسة شعائرهم بحرية، أو تخريب المساجد، واضطهاد الحجاب، والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت مثل هذه الحملات التي يشنها ماكرون وغيره من رجال الدين المسيحيين ضد الإسلام والشبهات التي يضعها الملحدون دافعا قويا لذاكر كي يتفرغ للدفاع عن الإسلام وصد حملات المسيحيين وشبهات الملحدين. وكان ذاكر قد تأثر بأسلوب معلمه أحمد ديدات في الرد على المسيحيين والملحدين، لهذا فقد تبنى الرجل أسلوب ديدات، وقد أظهر تميزا مبكرا في ذلك، وكان كثيرا ما يردد: لقد انتقلت من طب الأبدان إلى طب الأرواح. كان ذاكر حاضر البديهة، قوي الذاكرة، سريع الحفظ، وفضلا عن كونه مدفوعا بشغف كبير للقراءة والاطلاع بشكل واسع، فقد أتقن نايك حفظ القرآن الكريم والكثير من نصوص الإنجيل والتوراة، وخاصة تلك التي كان كثيرا ما يرددها رجال الدين المسيحيون واليهود. وكان بالإضافة على ذلك على دراية واسعة بعلم المنطق والفلسفة وسياقهما التاريخي.